السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم مجددا أخواتي في قناتكم عالم سهام. أولا أريد أن أخبركم بأن لي قناة ثانية اسمها فكرة لجمالك مع سهام، ستجدون بها مجموعة من الخلطات الخاصة بالبشرة، الشعر والجسم بأكمله، خلطات مجربة ومضمونة النتيجة، فأتمنى أن تشتركوا بها وتتابعوني هنالك أيضا أخواتي فضلا منكم وليس أمرا. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم خلطات مجربة، كريمات ومقشرات لتبييض المناطق الحساسة تحت الإبطين، الركاب، الأكواع، تلبية لطلبكم المتزايد بالتعليقات خاصة العرائس الجدد والمتزوجات. جلبت لكم الحل أخواتي لكي لا تحرجي بهذا الإسمرار بمنطقتك الحساسة أو تحت إبطيك بعد اليوم. هذه الوصفات صالحة للجسم بأكمله، للركب كما قلت لكم، للأكواع، للمرافق، للعنق، للرقبة، بأي مكان تعانين من السواد به. فتابعوني عزيزاتي للتعرف على هذه الخلطات. أولا سنحضر مقشر، فالتقشير الأولي مهم جدا بهذه المناطق قبل وضع أي كريم أو خلطة مبيضة، لأن المناطق الحساسة مغطاة بالجلد الميت والأوساخ التي تحجب مرور وامتصاص الجلد للكريمات المبيضة والاستفادة منها. لتحضير المقشر الأول سنحتاج لملعقة كبيرة من القهوة المطحونة، البن المطحون، لا تستخدموا قهوة سريعة الذوبان، إذا لم تتواجد لديك ضعي السكر الخشن ملعقة كبيرة أيضا، لكن القهوة أو البن المطحون أخواتي يشد الجلد يحميك من الترهل لأن بها العديد من مضادات الأكسدة. سنحتاج أيضا لملعقة كبيرة من البيكنج صودا، بيكربونات الصوديوم، صودا الخبز أو بيكربوناته، كل بلد وكيف يسميها، هي تزيل الجلد الميت، الخلايا المسمرة والسوداء وتنعم الجلد بهذه المناطق. ضعي عصير الليمون أو الحامض ملعقتين كبيرتين. وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، إذا لم يتواجد لديك عوضيه بزيت جوز الهند. اخلطي المكونات جيدا إلى أن تتجانس. تحصلين على مقشر طبيعي، استخدميه مرتين بالأسبوع، ضعيه على المنطقة التي تريدين تقشيرها أو تبييضها وافركيه بلطف بحركات دائرية من الأعلى إلى الأسفل هكذا. اتركيه من 5 إلى 10 دقائق واشطفي المنطقة الحساسة بالماء الفاتر أو الدافئ وامسحيها بقطنة دائرية مبللة بماء الورد. يمكنكم أخواتي تحضير كمية أكبر من هذا المقشر لاستخدامه على كامل الجسم بمضاعفة المقادير، فهو يفتح لون الجسم بأكمله، يعالج الحبوب، حبوب الجسم، حبوب الظهر، حب الشباب، يزيل الخلايا الميتة بشكل كامل ليعوضها بأخرى جديدة طرية وفاتحة اللون. لننتقل أخواتي للمقشر الثاني وهو سهل كذلك. ضعي ملعقة صغيرة من الكركم المطحون، الخرقوم، فالكركم يحتوي على عناصر طبيعية تفتح وتقشر الجسم وتخلص من الخلايا الميتة بالجلد. الكركم أيضا يعالج الترهل ويشد الجلد بشكل جيد جدا. فقط تأكدوا أخواتي أنه أصلي، اشتروه من عند عطار موثوق أو اطحنوه بأنفسكم بالبيت لكي لا يصبغ لكم جلدكم. أضيفي ملعقة كبيرة من السكر الخشن، ملعقة صغيرة من نشا الذرة، مايزينا، الكورن فلاور، كل بلد وكيف يسميه،
نخلط هذه العناصر الجافة خذي حبة ليمون قطعيها إلى نصفين فالليمون أخواتي به أحماض عديدة تبيض الجلد تطهره تعالج البقع التصبغات الحامض أو الليمون أيضا يعالج مشكلة الحبوب بعد إزالة الشعر والإسمرار الناتج عن الإهمال أو عن الحلاقة المستمرة بالشفرة. وللإشارة فقط أخواتي فالحلاقة تسبب الإسمرار لأنها تهيج الجلد تتسبب بالحكة والإحمرار والتهاب المنطقة وإذا تكرر هذا المشكل عدة مرات فهو يسبب الإسمرار. أغمري نصف حبة الليمون في خليط السكر النشا والكركم وابدأي بفرك المناطق الحساسة بلطف بحركات دائرية. تابعوا هكذا أخواتي لمدة 10 إلى 15 دقيقة. خذي دائما وقتك الكافي للتقشير فهو مهم جدا. وفي كل مرة نقوم بغمر الليمون بالخليط ونفرك جيدا. بعد ذلك نغسل المنطقة بالماء الفاتر أو الدافئ ونجفف جيدا. يمكن تطبيق هذا المقشر على الركب، الأكواع، اليدين، القدمين. تفادوا الوجه أخواتي فهو غير صالح له. وكرروا هذه الطريقة مرتين بالأسبوع. لننتقل عزيزاتي لتحضير كريم التبييض الخارق الذي سنطبقه بعد التقشير فهو يبيض منطقتك الحساسة ينعمها ويعطرها. سنحتاج للفازلين أخواتي، نضع منه ملعقة كبيرة مملوءة ضعي أيضا ملعقة كبيرة من نشاء الذرة مايزينا أو الكورن فلاور ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون أو الحامض أضيفي كبسولتين من الفيتامين أ فيتامين ه أو الفيتامين إي إذا لم يتواجد لديك عوضي بزيت الفيتامين أ أو ملعقة صغيرة من العسل عسل النحل الطبيعي أو العسل الحر. ضعي أيضا ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو إذا لم يتواجد لديك عوضيه بزيت جوز الهند. نخلط العناصر جيدا. هذا هو الكريم أخواتي، يأخذ وقت كافي لدمجه لكن تابعوا الخلط فهو يدمج ويصبح بهذا القوام. إذا لاحظت أن العناصر لا تختلط أو لا تندمج مع بعضها البعض فيمكنك إضافة القليل من النشا تقريبا ملعقة صغيرة. أحضري علبة صغيرة، من الأفضل أن تكون علبة زجاجية، ضعي بها الكريم واستعمليه كل يوم. ضعيه كل يوم، ادهنيه قبل النوم على منطقتك الحساسة واتركيه حتى الصباح ثم اغسليه جيدا. وادهني هذه المناطق بزيت اللوز الحلو أو زيت الورد أخواتي، لكم الاختيار. كرري هذا الكريم كل ليلة، احتفظي به في درج قرب سريرك، يبقى صالح لمدة أسبوع وأعيدي تحضيره من جديد. هذا الكريم أخواتي له قوة عجيبة في تفتيح المناطق الحساسة، مجرب مضمون 100%، انصحوا به كل عروس كل متزوجة للتخلص من هم اسمرار وسواد المناطق الحساسة المحرج. لننتقل أخواتي للكريم الموالي. سنحتاج لكريم جلايسوليد أو جليسوليد الأحمر المعروف، إذا لم يتواجد لديك عوضيه بكريم نيفيا الأزرق أو الأبيض أو أي نوع كريم جليسيرين لديك. ضعي منه ملعقة كبيرة. أضيفي ملعقة صغيرة من الحليب المجفف، الحليب على شكل بودرة أو الحليب غبرة، ملعقة كبيرة من زيت الألوفيرا أو زيت الصبار إذا لم يتواجد لديكم عوضوه بزيت اللوز الحلو أو زيت الورد أو زيت جوز الهند.
أنا أعطيكم بدائل عديدة أخواتي، وأنتم اختاروا منها ما يناسبكم حسب المتوفر لديكم وحسب إمكانياتكم. نخلط العناصر جيدا إلى أن يندمج معنا الكريم، وفي هذه المرحلة نضيف ملعقتين كبيرتين من ماء الورد. إذا لم يتواجد لديك ماء الورد، عوضيه بالحليب العادي الذي نشرب يوميا. طبقيه كل ليلة على مناطقك الحساسة تحت الإبطين، الركب، الأكواع، المرافق، أي منطقة تريدين تبييضها. ادهني على بشرتك، اتركيه بطبقة سميكة بعض الشيء حتى يمتصه الجلد، نامي به حتى الصباح واغسلي بشكل عادي. كرري هذا الكريم يوميا إلى أن تحصلي على البياض الذي تريدين. بالنسبة لطريقة الاحتفاظ به، فضعيه في علبة زجاجية بهذه الطريقة. احتفظوا به أخواتي في درج قرب السرير أو في الحمام أو في أي مكان تريدون، وليس من الضروري وضعه بالثلاجة. هذه الكريمات سريعة النتيجة أخواتي، تناعم، تبيض وتعطر المنطقة. بالموازاة مع تطبيقها، لا تلبسوا أبدا ملابس داخلية من النايلون، دائما البسوا المصنوعة من القطن أخواتي لأنها تمتص العرق، والنايلون لا يمتصه بل يزيد التعرق ويشكل بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا المسببة للسواد والإسمرار. فانتبهوا أخواتي لهذه النقطة المهمة. وصلنا لنهاية فيديو اليوم عزيزاتي، شكرا على متابعتكم ووفائكم الدائم، ونلتقي إن شاء الله في فيديو قادم. دمتم في رعاية الله وحفظه.